وراعي الحكم او راعي العقد هو نظام العمل والعمال داخل المملكه العربيه السعوديه. يا سلام يا سلام اخوي اسامه، انا عامل وبيني وبين صاحب العمل عقد عمل، كيف التنقل الوظيفي؟ طيب المحور الاول وهو التنقل الوظيفي وضحه دليل تحسين العلاقه العماليه اللي اصدرته وزاره الموارد البشريه. التنقل الوظيفي هيكون طبعا للعمال او الوافدين الخاضعين لقطاعات او القطاع الخاص داخل المملكه العربيه. هيكون التنقل الوظيفي وفق معايير وضوابط وشروط هتحددها الوزاره فيما بعد، ولكن اهم هذه الضوابط رقم واحد ان تكون العامل من العمال او العاملين او الوافدين الخاضعين لنظام العمل، يعني العماله الفرديه بره الليل. تمام. رقم اثنين ان يكون العامل اقامته سريه. رقم ثلاثة ان يكون العامل ليه عقد عمل موثق. طيب العمال اللي ما لهمش عقود والعمال اللي هم ماشيين كده لا، لازم عقودهم توثق. تمام. وهيتم سماح لصاحب العمل فترة 3 شهور لتوثيق العقود، والا العامل. اخوي اسامة، ما هي شروط انتقال العامل من وظيفة الى وظيفة اخرى؟ سؤال جميل يا اخوي. طيب بالنسبة لانتقال العامل من وظيفة لوظيفة اخرى مش هيكون بالسهولة اللي الناس ممكن تشوفها، يعني هو هيكون في ضوابط وشروط هتضعها نظام وزارة الموارد البشرية علشان خاطر يحكم الموضوع بشكل جدي بشكل اكتر منه ان يكون فيه سهوله يا حلو. ما هي الشروط؟ اول شيء ان يكون العامل خاضع لنظام العمل ممتاز. وليس من العماله الفرديه. يا سلام. رقم اثنين ان يكون تم سنه من تاريخ التحقق لدى صاحب العمل.